السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم كعك تركي بلمسة جزائرية، يعني كعك عنده جنسيتين جزائرية وتركية. هذا الكعك راح يجي بزاف خفيف وبنين ايضا. تبعوا معايا فقط المقادير وطريقة التحضير. اذا نبداو بسم الله. عندي اولا 250 مليلتر من الحليب الدافئ. ديروا الحليب دافي حتى تتفاعل مع الخميره. ديروا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز. نضيفوا 4 ملاعق كبيره تاع السكر. نخلطوا جيدا. نضيفوا حبه بيض وواحد بياض فقط، يعني زوج حبات بيض، نحيت منهم الصفار حتى ندهن به سطح هذا الكعك. عندي نصف ملعقه صغيره تاع الملح، وعندي هنا حوالي ربع كأس تاع الزيت، يعني تقريبا 80 مليلتر. نخلط جيدا ونضيف اللمسة الجزائرية اللي هي حبة الحلاوة. هنا راح ندير ملعقة كبيرة ونص حبة الحلاوة مطحونة كيما راكم تشوفوا. بعد ما تخلطت مليح هذه المكونات، راح الآن نضيف الفارينة غير بالعقل ونجمع العجينة. إذا نجمع العجينة على أساس نتحصلوا على عجينة طرية. لازم تكون العجينة طرية بزاف وتلصق في اليدين. إذا كي نتحصلوا على هذا القوام راح نتوقفوا. هذه هي العجينة اللي نتحصلوا عليها. شوفوا لازم تكون خفيفة بزاف العجينة تاع الكعك حتى يجينا خفيف هو أيضا. إذا أنا نحي كامل العجينة من اليدي ونعود نرجع إن شاء الله معكم. إذا الآن كملت جمعت كامل العجينة. دات لي حوالي 280 غرام تاع الفارينة. إذا نعود نكرر، لازم تقعد طرية كما راكم تشوفوا. لازم تقعد العجينة طرية بزاف، وكي تخمر راح تزيد تحكم روحها. إذا نغطيها جيدا ونخليها في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم تاعها. لازم يتضاعف حجم هذا العجينة. بعد ما فاتت حوالي 35 دقيقة العجينة تاعي، نحطيتها في مكان دافئ. دايما تحاولوا تحطوها في مكان دافئ خاصة إذا كان الجو بارد. إذا نحيها الآن غير بالعقل، أي خامرة مليح. نحطها فوق سطح العمل ونبدأ إن شاء الله نشكله في هذا الكعك. إذا نحط كمية مليحة تاع الفارينة لأنه العجينة تاعي طرية بزاف، ونبدأ نحل في العجينة. بعد ما حليتها مليح نخليها شويه خشينه، يعني ما نحلوهاش رقيقه بزاف. ثم نحكموا هذا القطاعه ونبداو نقطعوا دوائر. بعدها راح نحكموا، انا حكمت هذا العدوي، ولا عندك قطاعه صغيره باش نديروا الثقب في الوسط. نحاولوا نحددوا الوسط ونديروا الثقب بهذه الطريقه. اذا بعد ما كملت قطعت كامل الحبات حطيتهم في الصينيه كما راكم تشوفوا. نخليهم يعاودوا يخمروا حوالي نصف ساعه. يعاودوا لازم ينتفخوا مليح قبل ما ندهنوهم مليح بصفار البيض، وندير لهم من فوق الجلجلان لانه الجلجلان يتناسب مليح مع حبه الحلاوه اللي حطيناها في العجينه. اما بالنسبه لهذه العجينه اللي بقات لي، انا نلمها نخليها ترتاح فقط 10 دقائق قبل ما نعود نفتحها من جديد. لانه اذا حاولنا نفتحوها الان راح تعذبنا، يعني ما تتفتحش بسهوله. لكن نخليوها ترتاح قلت 10 دقائق، وراح تساعدنا بزاف في عمليه الفتح. نعاودو نفتحوها ونشكلوها كيما العجينه الاولى. بعد ما فاتت حوالي 20 دقيقة في مكان دافئ على الكعك تاعي وعاود خمر كيما راكم تشوفوا. الآن نحكم صفر البيض تاعي. أنا درت له فقط قطرات تاع الخل حتى تتنحالو ريحة البيض. راح ندهن مليح هذا الكعك، بعدها راح ندرو بالجلجلان. إذا ندهن بصفر البيض بهذه الطريقة غير بالعقل، يعني البانسو ما نضغطوش عليه حتى الخميره يعني تقعد يعني في الكعك ما يهبطش. اذا ضغطنا راح نخسروا له الخميره تاعو. اذا غير بالعقل. ثم نحكموا الجلجلان هذا ما يكونش محمص، هذا الابيض، وراح ندروه فوق الكعك تاعنا بهذا الطريقه.
انا نكمل كامل الكعك تاعي، ندرلو الجلجلان وندهنو مليح اكيد بصفار البيض. بعدها راح ندخلو للفرن، الفرن يكون سخون اكيد، نسخنو من قبل. بعد ما كملت دهنت كامل الكعك تاعي كيما راكم تشوفوا، دريت له كميه مليحه تاع الجلجلان لانه الجلجلان يتناسب مليح مع حبه الحلاوه اللي درناها في هذا الكعك. الان مباشره ندخلو للفرن، الفرن راه ساخن، سخنته على 200 درجه، نشعلو من الفوق ومن التحت كيما الخبز، ونخليه يدي لي من 10 دقائق الى 15 دقيقه. يعني هذا الكعك ما يديش وقت طويل في الفرن، راح يوجد معكم بالخف، فقط حمروه شويه، طولوا تحميره مليحه ويكون ان شاء الله بحول الله واجد. انا نطيبه ونتلاقاو من بعد نشوفه ان شاء الله في صحن التقديم. الكعك تاعنا راه واجد كيما راكم تشوفوا، طاب وتحمر، لكن هو كيما الخبز يعني من الاحسن كي تخرجوه من الفرن وهو سخون تغطيوه، تغطيوه بمنديل حتى يعني يحافظ على الطراوه تاعو ويجي طري وشباب. اذا نوريه لكم عن قرب. هذا الكعك التركي يجي بزاف خفيف، واللمسه الجزائريه اللي درناها له اللي هي حبه الحلاوه راهي ريحتها دايره حاله في الدار كامل. تعرفوا حبه الحلاوه كي تكون طيب الحلوة تاعها يعني تطلق ريحة بزاف شابة. بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الذوق تاعها ممكن اكيد يستغناو عليها. وبالنسبة للطياب تاعو طيبوه يعني كيما تحبوا، اللي تحب تحمروا بزاف ولا شوية فقط. انا شخصيا نحبو يتحمر مليح كيما هاد الحبة، يعني يدي تحميرة شابة مع صفار البيض، وحتى من تحت يعني شوفوا طاب مليح وتحمر. نفتح لكم وحده فقط تشوفوا الهشاشه تاعو من الداخل، هو يجي يعني بزاف طري وخفيف كيما راكم تشوفوا، شوفوا الطراوه تاعو من الداخل يعني يجي خفيف وهشيش. نتمنى تجربوه فقط وتقولوا لي رايكم اكيد في التعليقات. وفي الاخير في نهايه الفيديو بقى لي غير نقول لكم اذا عجبكم اكيد ديروا لايك، واذا عندكم اي استفسار خلوه لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس حتى توصلكم كل الوصفات المقبله. خليكم على خير، نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في رواحكم، سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.